استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقديم المساعدة العاجلة للعراق الشقيق، تبرعت وزارة الكهرباء والماء ب17 مولدا كهربائيا متنقلا للتخفيف من الأزمة الكهربائية في مدينة البصرة. وزارة الكهرباء والماء قامت بدورها بتأمين وصول 17 مولد، هذه المولدات مولدات متنقلة، سعة كل واحدة منهم 1800 كيلو فولت. هذه المولدات سيتم استخدامها في مواقع مختلفة في محافظة البصرة، وتأتي حقيقة هذه المساهمة من دولة الكويت للتخفيف من حدة الحاجة لوجود التيار الكهربائي في هذه المناطق، وأيضا الفريق الفني اللي تابع عملية تسليم هذه الوحدات إلى الجانب العراقي هم العاملين في قطاع شبكات التوزيع. وهذه الوحدات هي وحدات حديثة وهي بحالة تشغيلية ممتازة. نشكر حكومة الكويت والشعب الكويتي على مبادرتهم القيمة بتجهيز وزارة الكهرباء مولدات سعة 1.8 ميجا. صراحة هاي المولدات راح تساهم بجزء في حل مشكلة الكهرباء الموجودة عندنا نتيجة الأعمال اللي صارت بعد تحرير المدن من داعش والأعمال اللي صار للتخريب في الشبكة الكهربائية. والحمد لله والشكر، وإحنا شاكرين تعاونكم هذا ويانا باسمي وباسم وزارة الكهرباء جميعا وباسم حتى الشعب العراقي. تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية التي قامت بتزويد منتج الديزل اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العراقية، والتي توقف بعضها مؤخرا لعدة أسباب زاد من حدتها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية. انطلقت الشحنة الأولى من منتج الديزل بحمولة 20,000 طن متري من علامة الناقلة تشانس، وذلك من ميناء الأحمدي متوجهة إلى ميناء خور الزبير العراقي، حيث من المتوقع أن تفرغ حمولتها خلال اليومين القادمين. وتعكس هذه المساهمة النهج الثابت والمبدئي المعروف عن دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، كما تعكس بدون شك النزعة الإنسانية التي يمتاز بها قائدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي يشهد العالم بمواقفه وعطاءاته الإنسانية. هذه هي الكويت، وهذا هو أميرها قائد العمل الإنساني الذي يهب عاجلا لمساندة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم.